السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أنت حزينة يا محاسن؟ صديقاتي في المدرسة لا يردن اللعب معي، فأصبحت أجلس وحيدة. ولماذا؟ وماذا فعلت بهن؟ لا أعلم يا أمي. عندما كنت مع صديقاتك، بماذا كنت تتحدثين عنه دائما؟ كان أكثر أحاديثي عن ألعابي والدمى وفساتيني، وكذلك عن السفر في إجازاتنا. ألم تفكري حينها يا محاسن، لماذا هن لا يتحدثن عن ألعابهن وفساتينهن والسفر؟ تذكرت يا أبي، كنا لا يتحدثن عن هذا. إذن هذا سبب ترك صديقاتك لك. ماذا؟ لأنك تتفاخرين بما تملكين وقد لا يملكن مثله. لا يا أمي، لا أتفاخر على صديقاتي. أنت لا تقصدين، ولكن هن يشعرن بذلك. صدقت يا أبي، لم أشعر بهن وأنا أتفاخر بدون قصد. أتذكر يوم كنت أعمل في جمعية نماء الخيرية، كنت أشاهد الكثير من الفقراء لا يملكون الكثير من المال، وكنا نساعدهم ونهديهم الألعاب. أحسنتم يا محسن. ماذا ستفعلين الآن لتستعيدي صديقاتك؟ سأفكر. ما رأيك يا محاسن لو تكتبي لكل واحدة منهن رسالة بأنك تشتاقين لعودتها؟ فكرة جميلة. أحسنت يا محسن، وسيعدن لك بإذن الله. ولن أتفاخر بألعابي وما أملك ولا بالسفر. أحسنت يا محاسن، لقد تعلمت درسا اليوم عن التفاخر وأثره على القلوب. نعم يا أبي، شكرا لكم جميعا، وسوف أذهب إلى غرفتي لكتابة الرسائل لهن. المحسن الصغير، المحسن الصغير، كالغيث إذ يهل، كالنحل لا يكل خيرا ولا يمل، المحسن الصغير.